فنانين رحلوا في عام 2023، بعضهم لن تصدق انهم رحلوا. الفنان محمد قنوع، الميلاد، ولد في 26 سبتمبر عام 1973، الوفاة توفي في 22 أبريل عام 2023، العمر 49 سنة. الفنان مصطفى درويش، الميلاد، ولد في 11 يناير عام 1980، الوفاة توفي في 1 مايو عام 2023، العمر 43 سنة. الفنانة شيرين الطحان، الميلاد، ولدت في 5 يونيو عام 1976، الوفاة توفيت في 7 أبريل عام 2023، العمر 46 سنة. الفنانة شريفة فاضل، الميلاد، ولدت في 15 سبتمبر عام 1928، الوفاة توفيت في 5 مارس عام 2023، العمر 94 سنة. الفنانة لبنى محمود، الميلاد، ولدت سنة 1953، الوفاة توفيت في 19 مارس عام 2023، العمر 70 سنة. الفنانة والإعلامية أبلة فضيلة، الميلاد، ولدت في 4 أبريل عام 1929، الوفاة توفيت في 23 مارس عام 2023، العمر 93 سنة. الفنانة سلوى محمود، الميلاد، ولدت في 26 يونيو عام 1930، الوفاة توفيت في 6 فبراير عام 2023، العمر 92 سنة. الفنان شادي زيدان، الميلاد، ولد في 1 يناير عام 1974، الوفاة توفي في 24 فبراير عام 2023، العمر 49 سنة. الفنان الكويتي فيصل بوغازي، الميلاد، ولد في 15 أبريل عام 1957، الوفاة توفي في 8 أبريل عام 2023، العمر 65 سنة. الفنان عبد الله وليد، الميلاد، ولد سنة 1949، الوفاة توفي في 16 مارس عام 2023، العمر 74 سنة. الفنان محمود حسين، الميلاد، ولد سنة 1949، الوفاة توفي في 18 أبريل عام 2023، العمر 74 سنة. الفنان علي داخل، الميلاد، ولد في 8 أبريل عام 1960، الوفاة توفي في 19 يناير عام 2023، العمر 62 سنة. الفنان والإعلامي عباس حمزة،
الميلاد ولد سنة 1981، الوفاة توفي في 22 أبريل عام 2023، العمر 42 سنة. الفنان محمد الغاوي، الميلاد ولد سنة 1956، الوفاة توفي في 5 فبراير عام 2023، العمر 68 سنة. الفنان عبد الرحيم التونسي، الميلاد ولد في 27 ديسمبر عام 1936، الوفاة توفي في 2 يناير عام 2023، العمر 86 سنة. الفنانة خديجة أسد، الميلاد ولدت سنة 1952، الوفاة توفيت في 25 يناير عام 2023، العمر 72 سنة.